طبعا بالنسبة لواقع المرأة في فترة داعش كانت مرحلة جدا صعبة، كانت مرحلة لا يستطيع أي إنسان تحملها، كانت مرحلة هي أكبر مرحلة على الرغم من تعدد الفئات التي دخلت على مدينة منبج، لكن داعش وما مارسته من ضغط نفسي وضغط جسدي على المرأة كان أكبر من أن أي إنسان يقوم بتحمله، خاصة بأن الشعور بالرعب والخوف والقلق لا تعرفين نفسك في أي ساعة يقومون بجلدك، في أي ساعة يقوم بأخذك إلى حسبة النساء، في أي ساعة يقوم بأخذ اليوم أنت كامرأة إذا كان لديك بنات في سن الزواج لا تعرفين متى يقومون بأخذ هذه البنات وتزويجها لأي داعش كان أو مهاجر. حالة التوتر والخوف والتي عاشته المرأة في تلك الفترة هي كانت فترة جدا قاسية لا يستطيع أي إنسان تحملها. عانت ما عانته المرأة كثيرا بفترة داعش، خاصة كما قلت بأنها معرضة في أي دقيقة بأن زوجها يؤخذ من دون سبب، ابنها يقتل من دون سبب، ابنتها تساق وتزوج من دون أي سبب ومن دون أخذ رأيها، يعني حالة جدا سيئة، إرهاب لم تعشه المرأة قبل، إرهاب لم تراه قبل يعني على مر الأزمة السورية كافة. نقطة التحرير كانت نقطة يعني محورية ونقطة تحول بالنسبة للمرأة، خاصة المرأة في فترة داعش كانت يعني خلينا نقول إحنا بالعامية كانت لحالها، كانت ضعيفة، كانت مكسورة، وصلت إلى مرحلة بأنه أنا بفترة من الفترات لا الزوج كان إلي سند أو قوة دفاع ولا الأخ ولا الأب. فنقطة التحول من فترة داعش 4 سنوات إلى نقطة التحرير كانت نقطة المرأة بدها فقط متنفس أو بدها يد تمسك يدها لحتى تنطلق وفعلا تثبت نفسها في المجتمع ولا تأسس لحالها قوة دفاع. يعني كان في نقاط تم التركيز عليها هي كانت لإنهاء هذا المجتمع، ليسود الجهل بهذا المجتمع، منها التعليم، إغلاق المدارس، حرمان الأطفال من التعليم، فرض مناهج جديدة تعزز الفكر التكفيري والإرهاب الذي لديهم، إخضاع المعلمين والمعلمات لدورات شرعية، دورات استتاب عدا المجازر التي تم ارتكابها. تحرير المنطقة من داعش كان هو الخروج من الظلام إلى النور، خاصة هذا التحرير جاء بفكر جديد، وكانت هذه القوات التي تعمل على تحرير المنطقة كان فيها المحور هي المرأة، المقاتلات الكرديات اللواتي شاركنا بتحرير المنطقة كان لهن الدور الأكبر برسم طريق المرأة المنبجية أو المرأة العربية والتركمانية والسريانية والشركسية في المنطقة. ومن هنا انطلقت والتفت النساء حول المقاتلات والمناضلات الكرديات وبدأت رسم سياسة جديدة في المنطقة. طبعا التحرير كان على مستويين، قوات عسكرية تعمل على التحرير ومن خلفها مجالس مدنية تؤمن الحياة الاجتماعية والمستلزمات اللازمة للمنطقة. فالمرأة أخذت دورها في كل المجالات، سواء بالمجال الاقتصادي، الاجتماعي، التعليمي، حتى في المجال السياسي والعسكري. كان تحدي وتحدي كبير بعد فكر ظلامي إرهابي أن تحصل على كامل الحرية والحقوق ويكون لك حق ممارسة حقوقك على جميع الأصعدة، فهذا كان تحدي. وهناك كانت صعوبات كثيرة واجهتنا في البداية، لأنه كانت لازالت داعش على بعد كيلومترات عن المنطقة، فكان هناك تحفظ وخوف من كثير من أبناء المنطقة، ولكن مع ذلك هناك نساء شاركنا من البداية في عمليات التحرير، في عمليات بناء المؤسسات، وكان لهن دور كبير بي بي
تطوير العمل وتقدمه والوصول لهذه المرحلة. يعني نحن كسوريات لا توجد كانت لدينا نساء تعمل في الترافيك، لا أو قلة قليلة من النساء اللواتي يعدن على أصابع اليد اللواتي كنا يمارسنا السياسة أو بالمجال العسكري. يعني نحن وصلت النساء لمرحلة أنها كانت على الجبهات جنبا إلى جنب مع الرجل أثناء التحرير، ليس التحرير المنطقة إن المناطق الأخرى، أيضا بالمؤسسات نظام الرئاسة المشتركة، هذا النظام الذي أعطى للمرأة دورها، يعني ساوتها مع الرجل بحكم أنها قبل في ظل الأنظمة السابقة سواء الأنظمة الشمولية والأنظمة التكفيرية التي مرت بها المنطقة كان يكتفى بها كربة منزل كآلة لإنجاب الأطفال وتكتفي ببعض الوظائف في الدوائر الحكومية، ولكن حاليا أصبح هناك اقتصاد خاص بالمرأة، هناك مؤسسات خاصة. يعني مثلا بالبداية كان تسمية مجلس المرأة والآن هي تجمع نساء زنوبي التي تعنى بكل شؤون المرأة وتعمل على تمكين وتفعيل المرأة ضمن هذا المجتمع لتأخذ دورها بشكل أكبر. يعني المرأة السورية أبدعت في ظروف حرب، في ظروف قاسية، في ظروف خرجت فيها من براثن الإرهاب، مع ذلك لعبت دورا رياديا برسم سياسة المنطقة، ولا زالت تناضل وتكافح لتكمل هذا الدور. إذا نقارن ما بين البدايات والآن، الآن تقريبا كل النساء أصبحنا ضمن هذا الفكر، ضمن هذه الإيديولوجيا، يعملون على تطوير دور المرأة وتنظيم المرأة لكي تأخذ دورها بشكل أكبر. حقيقة أبدعت المرأة التركمانية والكردية والشركسية والسريانية. الآن بكل المؤسسات هناك كوتا، المرأة عملت على مشروع لم يسبق له مثيل، المرأة رفعت من مستوى العمل بكل المجالات وأهمها مجال العسكري، هناك قيادات نسائية تقوم على جبهات القتال، على التدريب العسكري رغم أنه شاق فيزيولوجيا للمرأة. أيضا المجال السياسي سطرنا التاريخ بأحرف من ذهب، لأنه كان المتعارف سابقا أنه تسطير التاريخ كان دائما للرجل وتم دائما إهمال دور المرأة رغم أنه كانت هناك نساء مناضلات في الزمن السابق، ولكن حاليا كما قلت أن النساء شمال شرق سوريا سطرنا التاريخ بأحرف من ذهب، ولكن مع ذلك لازلنا نحتاج إلى الدعم، لازلنا نحتاج إلى تصعيد النضال والمقاومة، لأنه لازال هناك عوائق، لازال هناك تحديات على جميع الأصعدة. طريقنا لازال طويلا ولازلنا نحتاج إلى جهود كبيرة ولكي نحافظ على المكتسبات التي حققناها نحن كنساء، نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل أكثر وأكثر.